ما قول في تعقب المحدث أحمد شاكر على الإمام الشافعي رحمة الله عليهما في كتابه رسالة له وعليه، أعني لأحمد شاكر عليه أمور وعليه أمور، ليس كل ما قاله صائب، خاصة في التعقبات الحديثية، فإنه أثر عن الشيخ أحمد شاكر رحمة الله تعالى عليه تساهل في صحة في تصحيح الأحاديث، تساهلا شديدا في تصحيح الأحاديث، فقد يتعقب الشافعي والشافعي يضعف، فأرى في الغالب المجمل أن آراء الشافعي ستكون أسد في هذا الباب، والله أعلم.